المغرب ضمن أفضل 10 دول ذات أداء عال في مجال حماية المناخ والتقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بحسب التصنيف العالمي الخاص بمؤشر الأداء المناخي لعام 2023. وجب الالتزام بالتحول نحو الطاقات النظيفة المتجددة اللي المغرب قطع أشواط مهمة فيها بتدشين أكبر محطات للطاقات المتجددة في العالم، محطة نور 1 و2، والتوجه نحو الطاقات الريحية بشكل مستدام، وكذلك الطاقات الهيدروجينية. هذا يؤهل المغرب لأن يكون من بين الدول الرائدة على مستوى الإفريقي والعربي. احتلال المغرب المرتبة 7 من بين 59 دولة يشملها التقييم العالمي جاء بعد تسجيله لمعدلات عالية في 3 فئات رئيسية تتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقات النظيفة وحماية المناخ. هذه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي باغي يمشي فيها المغرب غتخلي انه يقلص الانتاج لواحد مجموعه من الامم متعلقه بالفتره الطاقيه ديالنا عن طريق كل ما يتعلق بالطاقات الريحيه، الطاقات الشمسيه وتحليه مياه البحر. اكثر من ذلك ان المجمع الشريف للفوسفات غادي في امه انه يصوب الامونياك الاخضر ويصوب الهيدروجين الاخضر باش يكون عنده واحد، يعني ما يبقاش عنده واحد التبعيه طاقيه على المستوى العالمي. هذه الامور من شانها ان تقلص من الواردات المغربيه وتقلص من الفتره الطاقيه وتخلي المغرب انه في معزل عن المتغيرات كثرة في العالم. وتهدف استراتيجية المغرب للتنمية المستدامة إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر والرفع من سقف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5% في أفق عام 2030. انخرط المغرب في عدد من المشاريع الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي وحماية البيئة، وذلك منذ المصادقة على الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة سنة 2017، إلا أن إكراهات وتحديات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دفعت في اتجاه تحيينها وتعديلها بما يتوافق وتحقيق الأهداف المرجوة. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.